يسأل ويقول: هل تقصر وتجمع الصلاة في جميع أيام الحج؟ وهل إذا قصرنا الصلاة عموما لا بد من الجمع أم يمكن القصر بدون جمع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الصلاة تقصر في السفر، والحج إذا كان قادما من بعيد فهو سفر، تقصر فيه الصلاة في يوم عرفة، في يوم التروية إذا كان نزل في ميناء يوم التروية، وفي يوم عرفة، وفي مزدلفة، وفي أيام التشريق في ميناء، تقصر الصلاة في أيام الحج لمن كان قادما من سفر لأجل الحج. وكذلك حتى لأهل مكة إذا حجوا مع الناس فإنهم يأخذون حكم الحجاج فيقصرون في هذه المواطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويجمع في عرفة وفي مزدلفة، ولم يقل لأهل مكة أتموا صلاتكم، لم يقل لأهل مكة الذين حجوا معه أتموا صلاتكم. وأما قبل الحج إذا قدم الحاج مبكرا بأول العشر وسيجلس ينتظر إلى يوم التروية فهذا يتم الصلاة. إذا كانت إقامته قبل الحج في مكة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة انقطاع أحكام السفر في حقه. أما إذا قدم في صبيحة رابعة من ذي الحجة فإنه يقصر الصلاة إلى أن يفرغ من أعمال الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمع فإنه يجمع في عرفة بين الظهر والعصر قصرا وجمعا، وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء مع قصر العشاء، وأما في منى فإنه يقصر بلا جمع، فيصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.